مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم خير واهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة سيدي عثمان. يعني امامنا اعظم سينما في كازابلانكا، ما بين اشهر السينمات على المستوى المغربي كامل، يعني من احسن السينمات اللي كانوا في الجيل ديالها، ولقبت بسينما الجيل الذهبي. يعني صدق او لا تصدق، السينما اللي كان يضرب بها المثل على الصعيد المغربي، شوفوا كيفاش ولات بعد ما تهمشات وتهجرات هذه سنوات وهذه عقود. يعني احنا امام السينما العثمانيه. هذا موضوع مشاهير الكرام اللي قصدوا نحاولوا نداركوا فيه، ولا نحاولوا نقدموا فيه بعض الافكار، ولا علاش هاد السينما اللي هي ضحيه او نموذج من بزاف السينمات اللي تهجروا واللي تغلقوا في المناطق الشعبيه او المناطق ديال الدار البيضاء. السينما العثمانيه في الوقت ديالها كانت من احسن السينمات، وقت الخمسينات الستينات السبعينات وحتى الثمانينات، اجيال واجيال دازوا في هاد السينما. الناس اللي توفاو اللي باقيين عايشين، اللي ولدوا الاولاد واللي دازوا بزاف الحوايج، كاينين الناس اللي تلاقاو مع الازواج ديالهم هنا، اللي تلاقاو مع اصحابهم هنا، اللي داروا كلشي في هاد السينما. السينما اللي كانت الى حضنات فيلم كان كل كازا كامله كتجي لها، ما كتلقاش بلاصتك، بلاصه انك تحجز باش تدخل ما كتلقاهاش، حكم انها بلان، حكم انها كانت من ارقى السينمات. السينما العثمانيه علامة استفهام كبيره كتبقى عليها، علاش تسدات؟ واش هذا تسدات؟ شنو الهدف انها تسد؟ واش هذا تسدات؟ علاش حد الان باقى السينما العثمانيه هنا وهاد السباس الكبير ديالها ما مستغلينو في حتى شي حاجه؟ علاش؟ كاين مواضع للنقاش، كنشوفوا باللي السينمات مؤخرا كيتسدوا ولا تسدوا، هذه عقود وهذه سنوات، والبلاصه ديالهم بقاش ما مستغله ما حتى شي حاجه، يعني بقات السينما مسدوكه مغلوقه ولكن بدون استفاده، يعني ما مستافدين منها لا من السباس ديالها، لا من هي كسينما، لا من والو. يعني السينما العثمانيه الكبوريه ديالها كتعتبر من احسن اكبر السينمات كانوا في المغرب، اكبر السينمات اللي كاينين في كازا، ودابا حاليا مسدوده، السباس ديالها ما مستغلينوش، هي ما مستغليناش حتى حاجه، تقتل التاريخ العريق ديالها، تقتل الاجيال اللي كانوا فيها، تقتل الروح والشغف اللي كانت فيها، تقتلت المنطقه ديال سيدي عثمان اللي كانت كتعرف بهذا السينما العثماني. يعني الناس كاينين الناس كيشاهدوا هذا البث المباشر، كاينين كيشاهدوا انهم دازوا في السينما، يعني بشهاده ديال الناس وبشهاده ديال العائله وبشهاده ديال شحال من وحدين اللي عاشوا في السينما هذه، الوقت اللي كدوز فيها والفايب اللي كان كيدوز فيها فما كاينش بحالو، افتقدناه. ولكن اول مجرمين نعتبروا اول مجرمين في حق هاد السينمات هادو هما حنا كشعب، حنا كمواطنين. يعني بغض النظر على 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 وزاره الثقافه والمسؤولين على هذا القطاع ديال السينما والمسرح، فحنا عندنا يد في اغلاق بحال هاد السينمات هادو، حيت الحب والشغف ديال السينما والمسرح فقدناه، حنا فقدناه كشعوب مثقفه، ثقافه والحضاره ديال الشعوب من بينها السينما والمسرح. اكيد لي بلاتفورم، يعني لي بلاتفورم ولا لي سيت ديال الافلام قربوا الوضع، والتكنولوجيا قربت الوضع وقربت لشحال من حاجه، انك فيلم كتشاهدو وقت ما بغيتي، فيلم ما بغيتي بالتليفون ولا بالتلفاز. ولكن حب السينما ولا الفايب اللي كدوز في السينما ولا الوقت اللي كدوز في السينما ولا الشعور انك في السينما راه ما كيعوضو حتى شي هاتف وما كيعوضو حتى شي بلاتفورم. حنا بسبب لي بلاتفورم قتلنا الشغف ديالنا والحب ديالنا للمسرح ديال شحال من حاجه. يعني حشومه وعيب تنشوفوا باللي السينما كبرات اجيال وربات اجيال، دازوا فيها اجيال كبار بزاف كتسد، هذه ضحيه من بزاف الضحايا. هناك سينما الفرح، سينما السلام، سينما السعاده، سينما المدنيه، هناك السينما ديال درب السلطان، يعني سينمات بزاف 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 مسدودين حاليا. علاش؟ حيت ما بقاوش فيهم ولا ما بقاش ذاك الحب والشغف ديال المواطن المغربي انه يهز عائلته ويهز ولاده
في السيمانه ويمشي كونسومي في السينما الوقت ديالو ويبروفيتي في السينما. يعني انك تمشي مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه يعني حاجه اللي بسيطه وتتمن راه مزيان ورخيص. يعني حشومه بيا وثقافه الشعوب راه كاينه في هادشي. والمغرب شعب مثقف، المغرب عنده واحد الشعب مثقف، شعب اللي فاهم وواعي. اكيد حنا مع التكنولوجيا مع التطور ولكن ما قتلوش الثقافه ديالنا. واش داير الكرام، واش ما كتلاحظوش باللي كل ما تعمقنا في التكنولوجيا كل ما مشينا مع العولمه والعلم كل ما كنقتلوا الثقافه ديالنا والتاريخ العريق ديالنا. يعني هملنا بزاف ريوسنا وهملنا بزاف الثقافه ديالنا. يعني الانسان ما بقاش واعي لا في الفكر ديالو لا في النقاشات ديالو لا في شي حاجه. ف انا ما كنلومش وانما اعاتب، اعاتب الناس اللي الحب ديالهم والشغف ديالهم للسينما فقدوه. يعني كامل كنقول لكم دابا لنترحم على فقدان اعظم السينمات على المستوى المغربي، اعظم السينمات على المستوى الصعيد الوطني كامل. واتحدى اي شخص يقول السينما العثمانيه ما كانش عندها مستوى المغرب كامل. السينما العثمانيه كانت هازه بالمنطقه ديال سيدي عثمان. السينما العثمانيه كانت كتنافس سينمات كبار في افريقيا. السينما العثمانيه كانت كتجيب في العهد ديالها في الوقت ديالها كانت كتجيب الطوب ديال الافلام وكانت معروفه بالافلام الهنديه سيرتو ديال الممثل اميتاب باتشان. كان الى حضر ذاك الفيلم المغرب كامل ولا الدار البيضاء كامله كتجي تكب سيدي عثمان باش تحجز بلاصه وتدخل لهاد السينما هادي تشاهد الفيلم ديالها. ناس كبار ناس صغار في ديك الوقيته في الستينات والخمسينات والثمانينات. دابا ازيد 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 من 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 3 عقود ولا 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 5 عقود وهاد السينما العثمانيه مسدوده. لسباس ديالها تشتغل حتى شي حاجه. شوفوا الحاله الكارثيه اللي ولات فيها. يعني دابا غير لدخل تهمشات وتهجرات، فما بالك من من برا الصوره الخايبه اللي عاطيانا، ومن الداخل فما بالك كي ولات. يعني ولات مستوطنه للمتسكعين المتشردين بزاف د الحوايج. اسباس كبير السينما العثمانيه فقدناه وفقدنا الشغف هاد السينما العثمانيه. هذه رسالتنا لوزاره الثقافه اللي مسؤولة الناس المسؤولين على هذا القطاع ديال السينما والمسرح. ديروا واحد النظره، ديروا واحد الجوله، شوفوا باللي كاينين سينمات باقي نقدر نحيوهم، باقي نقدر نعطيو فيهم واحد المنبع ديال الضوء نشوفوه باش 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 نزرع الحب ديال الناس في هذه السينما هذه. انتم المشاهدين الكرام، الشعب المغربي عامة، زرعوا في ولادكم ثقافة السينما والمسرح. حيت هذه ثقافة خاصنا نحافظوا عليها. ثقافة كتخلي المغرب يضرب به المثل في جميع البلدان. أن الشعب المغربي مثقف ومن ثقافة هي الفن. الشعب المغربي كيفهم في الفن، عنده الذوق. يعني أنني أكيد أنا ما كنعرفش أنك تشاهد التلفاز، ما كنعرفش أنك تشاهد لي بلاتفورم تفرج في الأفلام ديالك وقت ما بغيتي وفين ما بغيتي. ولكن الحاجة الوحيدة اللي كضرني وكضربني فيها النفس على المغاربة كاملين هو أنك من الواجب عليك ومن المفروض عليك أنك تكون إنسان مثقف. حيت إنسان مواطن مغربي يضرب بك المثل في جميع البلايص. إنسان مثقف أنك تشجع وليداتك والعائلة ديالك أنك تمشي للسينما. فقط هذه رسالتنا من هذا اللايف، هذه رسالتي لكم كاملين والناس اللي كيشاهدوا هذا البث هذا، العقول الراقية والعقول المزيانة والعقول اللي كيفهموا في الثقافة وكيفهموا في الفن. فحاول حاول تجر وليداتك والعائلة ديالك وسير للسينما. سير للسينما وشوف الأجواء، عيش الأجواء، خذ فيلم كيما كان، شوف غير الأجواء ديال السينما وقارن بينها وبين لي بلاتفورم اللي كتفرج فيهم وشوف واش نفس الحاجه. واش انك دير القليه في الدار وتفرج في التلفازه ولا انك تاكل القليه في السينما وتفرج؟ لا، كاين الفرق بزاف. واحد لاجوا، بواحد الحياه، بواحد الفايب اللي ما كاينش بحاله. هذه رسالتنا للناس المسؤولين على هذا القطاع، تنترجاكم السينمات حيوا فيهم الروح، محتاجين ليهم، محتاجين نعيو نحيو التاريخ اللي فيها. انا كواحد من هاد الساكنه ديال المنطقه، الاب ديالي، انا شي حاجه شخصيه، الاب ديالي
تفرج في السينما. انا من نهار عقلتش ملي تزاديت كيقول لي ولدي كانت هذه السينما. انا بقى فيا الحاجه اني ولد المنطقه وعمري تفرجت في السينما ولا عمري دخلت شتا كيدايره. انا فقط عارف غير الشكل ديالها من برا، في الداخل ما عنديش فكره. وبقى فيا الحال حيت بلاصه المنطقه ديالي ومدينتي كنشوف فيها سينمات كيتسدوا بحال ماكو مستغنيناهمش. وحنا المواطنين عندنا يد في هاد الجرائم اللي كترتكبوا في حق ديال السينمات. يا نعم عندنا يد كترتكبوا في السينمات مشاهدي الكرام، جرائم كبيره كترتكبوا في حق ديالهم. يعني ما بقى لي نقول لكم غير نطرحموا على الروح ولا على هاد السينمات اللي كنشوفوا دابا. السينما العشمانيه يعني السينما العشمانية من أشهر السينمات اللي كانوا، ما بالك بالسينما الأخرى اللي تسدوا. أقسم لكم يمينا يعني بشهادة الجميع ديال منطقة سيدي عثمان كيقول لك هذه هي المنبع اللي كان زوين في الجيل ديالنا. يعني الجيل ديالنا حنا فسعدات الناس الكبار، سعدات الناس هذه الفترة ديال السينما اللي عاشوا مع السينما، اللي شافوا الحب ديال كبير فيهم الحب ديال السينما. يعني نحاولوا نبارطاجيو هذا البث ونحاولوا نناقشوا أفكار على السينما تسدات، شنو هما الاسباب ديال السينما انها تسد. مشاهدينا الكرام، يعني السينما العشمانيه السينما اللي زوينه بزاف، السينما اللي كبيره، السينما اللي رائعه، السينما اللي عندها تاريخ على المستوى الافريقي على المستوى ديال الوطن. الحاله الكريشي اللي ولات فيها دابا لا الا تجرات هاد كيدافعها. وبقى لي نقول لكم مشاهدينا الكرام نترحموا على الروح ديال هذه السينما هذه، نتمنوا حل، قدرت تحل مؤخرا، قدرت تحل، قدروا نطالبوا انها تحل، قدروا نوصلوا رسالة تصور للناس المسؤولين انهم يحلوا هذه السينما ونعاودوا نجمعوا فيها الحب ديالها. اذا مشاهدينا الكرام كنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنبغي نقول لكم شكرا على حسن المتابعة ديالكم، نلقاكم بوقت اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، الى اللقاء.